من عامين يقولوا بدل الميسي، بدل الميسي هرم من الأهرامات قطاع القايمين والقايمين عامين. نضالته يشهد به القطاع، والدليل عنا محظوظين كقطاع قايمين وقايمين عامين. لنا عنا الزميل هذا هرم اسمه بدر الهرمسي، تاريخ لا يمكن لأحد أن يمحيه. أبش يعطيكم لمحات من تاريخه النضالي اللي ارتقى به بالقطاع من مراحل فيها برشا عراقيل من عدة أطراف، شركاء في المنظومة التربوية. احنا تقبلنا معه بمحض الصدفة، هو معش أول مرة يعطي تصريح، أول مرة يعطي إعلام، كثر خيره. حبينا نشوفه نربطه الأجيال اللي ما تعرفش بدر الهرمسي، اللي ما تعرفش اللي هو عنده دخل كبير في تثمين الشهيد العلمية. هاو مش يقدم لنا ما تم إنجازه طيلة أكثر من 25 سنة تقريبا في نضال القطاع. تفضل أعطينا تاريخ قطاع قايمين قايمين عامين. سبب هو أنا لحقيقة معناه القطاع كان يخضع الأمر من عام 68، والأمر هذا يمنع القيم باش يخدم أكثر من 4 سنوات، لأنها كانت خطة محصورة في الطلب. القانون الأساسي اللي ينظم القطاع هو الأمر اللي صدر في 17 مارس 1973. 1973 أيوة. برغم أن الأمر هذاك هي ورقة نجم نقول فضفضة، وكان القطاع فيه سلكين، القيمين ومصنفين، قيم صنف واحد وقيم صنف اثنين وقيم صنف ثلاثة، وفيه سلك نتاع القيمين العامين وهو سلك ممنوع عن القيمين، ما ثماش قيم يمشي قيم عام. يعني الخطوة الأولى اللي عملناها هو كان في 78 طلبنا تنقيح القانون الأساسي على أساس الترفيع في مستوى الانتداب، باش ما عادش يدخل للقطاع إلا اللي حامل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها. وتبعا لذلك تم الترقية كافة القيمين في الصنفين، صنف 2 وصنف 1. دفعنا فاتورة، ثم اللي تعزل، ثم اللي تربط، ثم اللي كذا، كنا معناه من أولاد الاتحاد اللي معناه فينا شكون طالوا هالإجراءات التعسفية دي. من القليل ثم ناس مناضلين أكثر منا، نالوا أكثر منا، ولكن على كل حال نحن القطاع نحن مبتدئين. هذاك الطرح نتاعنا ذاك ونجح. في التدرج نتاع قصة القطاع مادام أصبح خطة رسمية في وزارة التربية ماهيش عراضية. ونذكر أن القطاع هذا راهو مناظر، بحيث أول إضرار يقع في التربية عموما هو عند القايمين يوم 12 جانفي 78. أول إضراب، أول إضراب في التربية في كافة أسلاك التربية هو وقع عند القايمين في 12 جانفي 78، واللي بعده بجمعة واللي جمعتين استقبلناه جات الإزمة متاع 26 جانفي، واللي بعدها بجمعة ثم شكون عزلونا وقتها بعد بجمعة من 2 فيفري، ثم شكون عزلونا وطردونا منها. الاضراب هذا على الجهة
هو جاء على المنحة البيداغوجية، واللي احنا وقتها كنا تابعين جماعة التعليم، واللي في جماعة التعليم الله يسامح البعض يقولوا لسي الحبيب عاشور يقولوا له اللي احنا رانا ديشي دو لونسينيمون. والحقيقة سي الحبيب بعد ما ترفعت عليه الإقامة الجبرية في 81 فعلي قيمة بمناسبة المجلس الوطني للاتحاد في 30 نوفمبر، استغفر الله مش فيني، في 30 نوفمبر 2001 في المعركة متاع الجبهة الوطنية وما الجبهة الوطنية ومحمد مزالي. وسي الحبيب صرح لنا الحديث هذا للقيمين واعتذر وقال انا بيجي راهم غلطوني ويقولوا لي هكا وكا، وعاوننا الحقيقه. هذا ضرب 12 في 78 على الجا جاء على قصه الملح البيداغوجي، وانه ثم اطراف داخليه فصل الاتحاد هي اللي رفضت باش احنا نتمتعوا بالمنحه هذه. ديما عندنا اطراف داخليه منذ الازل للأسف، للأسف دي معنا أطراف. على كل حال بالنسبة لي أنا كنت كاتب عام النقابة الجهوية في القصري، وبارلمان موكازيو أنا كاتب عام الاتحاد المحلي في فريانة، ولكن في 92 نقلت لتونس، 93 نقلت لتونس، وجاء مؤتمر النقابة في نوفمبر 93، 11 نوفمبر، وترشحت بطبيعة الحال زملائي في القطاع معناها خاطر يعرفوني الهيئة الإدارية كلها القطاعية، نجحت وقتها في النقابة، وخونا محمد الزياني وقتها نقل، فاختاروا أن يكون أنا الكاتب العام تاع القطاع. الانطلاقة من ثم. فاصطدمت بحاجة وقتها. هي؟ هذيك أول حاجة تصدمت بها في القطاع، فيه نزيف اسمه أعوان التأطير. أعوان التأطير هذا ما عبارة على إنسان يخدم ويخلص تاع طحيت، ما يخلص من با الأجر الأدنى، من با سميقار. وهذه الخطة هذه جت جراء إيش؟ أمر مشترك في التشغيل الهش للمربين اللي هما الأساتذة والمعلمين والقيمين، يعمل لنا أمر الأمر عدد 270 لسنة 88 يسمحوا للسيد وزير التربية باش ينتدب معلمين وقتيين او متعاقدين، وينتدب اكل يسموهم في الثانوية اماسياء، وينتدب اعوان التأثير بالقيمين، وحتى التأجير متاعهم منظم في الامر هذاك، وهو امر مشترك. وتراهن على الاخيان في التربية مادام الامر مشترك يهمني ويهمك، ايش نعملوا عمل مشترك للتخلص من هالكارثه اللي جتنا ذي التشغيل الهش في التربيه. ولكن لما ما لقيناش استجابه من الاطراف الاخرى تحركنا وحدنا وحلينا المشكل هذا تاع الساعه. العدد اللي لقيناه 2444 عاون تعطيل 2444 اي نعم. ووقت عملنا الاتفاق نعم في 28 فيفري 94 صححنا الاتفاق على اساس ادماج اعوان التأثير هذوما على 3 سنوات، وقلنا بالزمن تو تتم الحكايه، وتمت الحكايه في كل حال في مرحله اولى وتم ادماجهم. بعدنا الحقيقه الاخوان المعلمين خذاو موقف، وهما بعداش زاد ادمجوا المعلمين المتعاقدين وعددهم 3000 تقريبا. لكن بقات القصة عند التعليم الثانوي. هما رافضين التعليم الثانوي. أسباب ما نعرفش علاش. المعلمين سووا الوضعية.
احنا سوينا قبلهم قلنا هالموضوع هذا يلزم نحسموه. بعدين بقات الامر بقى قايم لانه مشترك وليس للقيمين الحق وحدهم باش امر مشترك النحو، لان القصه كيف كانه نقابه القيمين جي باش اي نقحوا القانون العام للوظيفه العموميه وحدنا. القانون العام للوظيفه العموميه هو مشترك عند كافه الوظائف، دونك ما عنديش الحق انا باش نبدل فيه فصل يشمل الاطراف. الامر هذا يهم ثلاثه اطراف في التربية. عملنا الخطوة الأولى أن أنهينا الناس اللي هما أونتاتير أدمجناهم، ولكن الانتداب بقى مازال بخطة أونتاتير. ضمننا حاجة أنه وقتها طرحنا فيا طلعني للسميق سيدي يخرج بالسميق. والحاجة الثانية هات نزيد نشوفوا الساعة في المسألة التأديبية حتى واحد ما عاد يطرد على المضاجين، لأن هما كانوا خاضعين للإدارة في المؤسسة أو مدير جهوي ينجم يطرد على المضاجين وقت اللي يحب. المدير معك وقت اللي يحب سط العام آخر العام رجعونا للستينات. اجتهدنا وقتها وفرضنا إصدار مذكرة أنه عوان التأثير يخضعوا في المسائل التأديبية كما يخضعوا المترسمين، وحتى واحد ما عنده الحق باش يعزل عوان التأثير إلا بقرار من الوزير. هذه علاش تعملت؟ هذه بالضبط تاريخيا والله يتعملت لأسباب ذكرها ما وش به للتاريخ، خاطر ثم شكون ثم ناس يبتزوا يبتزوا عوان التأثير لأنه هو رهينة ورقة يوافق عليها المدير. فالحقيقة وقتها معناها خذينا موقف وصدرت مذكرة في نفس اليوم، لأن شفنا حاجات مشينة جدا. صدرت مذكرة في حماية الناس هذوما، أعطيني كرامتهم الساعة وبعد نتحدوا على الفلوس. هذايا كان في 2005. بعدين جتنا فرصة أخرى باش نتفاوضوا وندمجوا الناس اللي زادوا تراكموا وصلوا حوالي 650 واحد. عندك هذه وباش نعملوا كرياسيون تاع منحة جديدة للقيم العام. إشراف. سميناها منحة الإشراف. وعلى أساس أن القيم العام يخدم العطل كيف المدير او الناظر، ولكن هما ياخذوا في منحه والقيم العام ما ياخذش. هذه وقت ايش سي بدر؟ هذا قبل ما تخرج منحه، هذه قبل 98. في 98 وقتها فرضنا قلنا اما يعامل على اساس انه رتبه كيف الاستاذ وكيف القيم، جبت العطل يروح ما يبقاش في مجالس الأقسام حتى الثمانية والتسعة نتاع الليل. فوقتها تم الاتفاق أن الوزارة يقولوا باهو نجموا نتحدوا في منحة، أما باش نعطوكم العطل لا، أنا الوزارة في حاجة إلى مجهود القيم العام في العطل. عندنا حكاية امتحانات وعندنا حكاية مسائل إدارية لابد باش يشوفها القيم العام وهو مسؤول عليها. فاتفقنا على إحداثك المنحة هذيك، ووقت تم إحداثها وقتها كانت في 30 دينار. خطوة على الحكومة باش إي طبيعة الحال. خطوة ماشي سهلة. ما لا سهل هو الحاكم الوقت هذا قاعد يقول فلوس بالسهولة هذيا. جديد هذا. مقرين أضراب احنا. و إدماج البقية نتاع عوان التأثير اللي هما 650 من النوادر في الإضراب هذيك، الإضراب هذاك من النوادر عملناها، لأن احنا عوان التأثير خايفين عليهم لأنه هو متعاقد وشبه تعاقد، حتى التعاقد مش تعاقد. فقررنا خرجنا في ترتيب الإضراب
الناس الكل تضرب كان عوان التاجير ما يضربوش، احنا باش نعملوا الضرابة على عوان التاجير راهو. اي قلنا له ما تعملوش الضرابة انت. حمايتي. ليش؟ خاطر نجم يطرد لي 50 واحد من طاطاوين وزوز من القاسرين وثلاثة من جندوبة وواحد من سيديانة وخمسة من تونس. فينسيني. ندخلوا في سلم جديد تاع مفاوضات تسوية وضعيات وتولي حلقة أخرى. الحصير وقتها لقينا إشكال وقتها باش نصحوا الاتفاق هذاك فيه ناخذ كل من هذه وندوزوا بقية التطير. طبعا الطرف ما صححش قال مادام احنا مصحناش حتى انتم ما تصححوش. الطرف هذا شريك في المنظومة التربوية. في المنظومة التربوية. للأسف. خاب تلميذ ثانوي. استنى. ليه؟ وحركوا لنا ناس من القطاع. هاو الإشكال من الداخل. بالداخل. ديما عنا راح ما له لزمه. خرجنا من هذيك. عندنا اشكال معاه وقت الوزير انذاك. شو اسمه؟ الاشكال اللي معاه هو قصة الشهادة العلمية. لأننا يعني احنا طلبنا أن الشهادة العلمية تصبح تصراف. هذا عنده شهادة علمية يخلص بالشهادة العلمية بتاعه. شطر عليه وقتها. حتى يفرغ القطاع من محتواه تماما. يطرح عليه يقول لي انا مستعد نصح معاك اتفاق توا انه كل قيم يمترز نبعثه يقري بدون ما يعدي كابيس. يحب يفرغ القطاع من الشهاده العلميه. من محتواه. واحنا نؤمن ان الشهاده العلميه ونحن نتدرج في الزمن ان الشهاده العلميه هي قوام القطاع مع التكوين مع كذا. وإذ آمنا بذلك رفضت أو قلت يبقى قيم ويخلص بالشهادة العلمية. وانقطعت المفاوضات على القصة هذه. المفاوضات انقطعت بيناتنا. ورجعت كي تنحى الوزير هذاك وقل لي علاش تنحى الوزير هذاك. نلقاه عامل لي عملة مع طرف بمراكلة في مسألة الزايدين على النصاب وتسميتهم عندنا نحن الزايدين على النصاب من التعليم الثانوي بمراكلة. ردة الفعل بتاعي تقول باهية مش باهية مجانية لكن ما أعطت أكلها تنحى الوزير. مشيت طردت المدير العام من بيرويه اللي مصح الاتفاق هذا. شو اسمه وقتها؟ ما نذكرش الاسم. طردت المدير العام وشديت بلاصتي وانا مدير عام. يعني هنا توا سيدي بلاصتي ويني في الوزارة يعني. معقول. و يخطئ الوزير ما تعاملش معايا نقابة. كان ينجم يعيط لي انا والمدير العام هذا يقول علاش تعاركته؟ وهو وزير. لا اش كبير وزير الداخلية. وزير الداخلية ابعث لي زوز عوان امن للبيرو. وعاينوا يقول لي شاد البلاصة. الاتحاد صار يتفاوض معايا الاتحاد باش نخرج نغادر. وبعد مدة بعد ساعتين تقريبا ولا ثلاثة شوية استجبت للاتحاد وغادرت الوزارة. سجل للاتحاد وللأمين العام تاع الاتحاد أنا ذاك خاطر قال لي بالنسبة لي تفاصيل القطاع تهم القطاع أما بالنسبة لي أنا ما يساعدنيش أنه كاتب عام تاع نقابة عامة يتفاوض تحت البوليسية. شو بعثي لك البوليسية؟ وهذيك علاش كانت العركة بين الاتحاد والوزارة. صارت العركة صارت الاتحاد وتنحى وزير التربية وقتها. الوزير اللي جاء بعده دعانا باش نتفاوضوا من جديد وبدينا في القانون الأساسي هذاك. كان هذا في عام 99. بدينا نتفاوضوا
عوضنا وقتها في القانون الاساسي وزير هذاك شد تقريبا 6 شهور بركة، وبعده هو جاء وزير اخر وتفاوضنا طلقت مفاوضات من جديد في القانون الاساسي. القصة عندي انا مش مطالب مادية منحة وكذا استاتيو، خاطر اللي كانت تنطلق ديما من تنظيم القانون الاساسي نتاعك، هذاك هو اللي يثمر فيه الجوانب المادية والمعنوية. مرات يعطيك الفلوس وانت مخرب فصل القانون الاساسي. القانون الاساسي هو شنو هي؟ هي وثيقة فيها الانتداب، فيها التربص، فيها الترسيل، فيها التكوين، فيها المشمولات، فيها التصنيف المهني. مش حاجات انا القصة مش قصة تزيدني فك المنحة الفلانية ولا المنحة الفلانية. من جملة الحاجات اللي طرحت وقتها اقتراح الوزارة وقبلناه، قال لي ناخذوا شوية من قانون فرنسا ومن مقترحاتنا نحن، بدلنا التسمية وقتها مرشد تربوي. هي للتاريخ. اي. ووقتها ضافت فلوس للقيم العام. وضافت رتبة في القيمين، قيم المرشد. وضافت رتبة للقيم العام. والأهم من ذلك أنه أول مرة الشهادة العلمية تدخل في القانون الأساسي هذاك، لأن أصل العركة اللي قامت بنا نحن الوزارة هي الشهادة العلمية، يقول نفرغوا محتواها، فثبتناها في القانون الأساسي أن الشهادة العلمية، القانون الأساسي بتاع 2001، اتثبتت وتزادت شوية فلوس للقيمين وللقيمين العامين، وتزادت عدد الترقيات السنوية، تمت مراجعة المقاييس باش نعملوا هكا سموها قائمة الجدارة، يعني الابتيتود، وتم احتساب هكا المقاييس لك عوان التأثير باش ما يضيعوهم شكل على السنوات اللي خدموها بصفة متعاقد. فيه تحسينات ولكن الأهم منها القانون الأساسي هذاك هيئ للقانون الأساسي بتاع 2011 اللي صدر في 2012، هيئ للمفاوضات بتاع القانون الأساسي اللي صدر توا في للإدماج الجديد هذايا ولا التصنيف المهني الجديد اللي صار في القانون الأساسي الجديد. في الأثناء كانت عندنا بحر أخر للأسف، وقعنا نفس العملية بحكاية الزيادة في المنحة البيداغوجية في 2004، ومن النكت اللي نتذكرها وقتها أنو معنا وحسين العباسي في البيرو، ووقتها معنا الكاتب العام تاع نقابة القيمين في الكروان، وعنده قصة مع عون تاتير وقتها اضطرد منين وعاون تاتشير ورجعه، وزيد من بعد هو مترسم وزاد معناها باش يتعدى المجلس حسين. وجاني وقتها سيدي احنا نتحدوا، جانا محمد سعد، محمد سعد كان مسؤول على الوظيفه العموميه يسال فيه على المنحه البيداغوجيه، شنو البنقه اللي عندنا على المنحه البيداغوجيه اخي مش مشتركه، هذه مش فيها اوامر ما فيهاش نصوص. قلت له فيها نصوص منظمه حسين. ثم شكون فصلنا طرف فصل الاتحاد هو اللي معترض ان نحن تقع الزياده لينا في المنحه البيداغوجيه هذه. الحقيقه معناها مشيت لسي عبد السلام الامين العام تاع الاتحاد وكان فطن، قال لي القانون قانون ما فيهاش مرحبين، خلينا الزياده هذيك في الناس قريبا ترجع لنا القصه نتاع 77. على كل حال ثم حاجات تبقى ما تتنسيش تاريخي. ان ضرب 2005 27 سبتمبر وجابوا لنا وزير وقتها تنجم تقول معناها في الويسترن سيو الكونتر توس، فما زال وقت عنده تقريبا 3 شهور وزير، عملنا له نحن اضراب ونجح الاضراب بيني سب عالية أفحمت ما نجمش حتى واحد يعلق تعليق عليه. عام 2005 27 سبتمبر 2005
بعدين عندك اضراب 2006 اضراب 19 اكتوبر. الحقيقة اضراب 19 اكتوبر نحن عندنا فيه لا ناقة ولا جمل ما عندناش وقت، ولكن التعليم الثانوي عملوا وقتها هي إدارية، هي إدارية وقرر اضراب نهار 19 اكتوبر، والمكتب التنفيذي رفض التصديق على ذلك، رفض المصادقة على ذلك. وأنا ديما نقول الأمر خاتينة، ديما مسألة قطاع قطاعي يخدم على روحه، إذا ثم مساندة وإذا كان هذا مساندة. ولكن نهار أنا في مركز البيداغوجي باش نصح الاتفاق نتاع المفاوضات اللي كملناها مع في ما يخص العمال نتاع المركز البيداغوجي، طلبني شخص ماهوش من التعليم، كاتب عام عضو في الهيئة الإدارية الوطنية اللي هو عبد الحميد الجلال تاع البنوك، يكلمني يقول لي بدل التوين، قلت له راني في المركز البيداغوجي، قال لي راهو التعليم الثانوي ما مقرك للضراب اللي تاريخ سي بطل. اه تاريخ هما وقتها يحضروا الاضراب تاع 19 اكتوبر 2006 وقتها بدت تلعبهم لعبه الله اعلم شنو وبدا يحضرونهم في حسابات. وقتها كلمني عبد الحميد الجلالي كنت مدير الواقع وقال لي كيف تكمل من المركز البيداغوجي ما تروحش يجي باش تحدد. مشيت حددت انا وياه راهي هكا وهكا العمليه وراهو يمكن ياسر جايه معركه. لا قلت له اذا كان معركه احنا ما نسمحوش بهذا. ومن يوم الغدوه مشيت للنظام الداخلي وطلبت هيئه اداريه لقطاعنا. واستدعيت الهيئة الإدارية وقررت الهيئة الإدارية الإضراب نهار 19 أكتوبر دفاعا عن التعليم الثانوي، حتى أنه وقت المكتب التنفيذي اجتمع ويقول احنا ماناش ضد إضراب القايمين يعملوا إضراب ولا نهار ولا في غير التاريخ، التاريخ لا يغيروا التاريخ، ولكن الهيئة الإدارية نتاعنا تمسكت بالإضراب في 19 أكتوبر مبدئيا. والحقيقة عيط لي سي عبد السلام من الهيئة الإدارية، لأن الهيئة الإدارية احنا عاملين في قاعة أحمد تليلي باش نبدا ندير الأمين العام، وعيط للسحيمي رئيس الهيئة الإدارية اللي هو عضو المكتب التنفيذي، وقال لي يا بدر راهو المكتب التنفيذي اجتمع ونحن مازلنا منظمة والمكتب التنفيذي له قلت له سي عبد السلام المكتب التنفيذي على عيننا وراسنا، اما هاي عندنا هيئة إدارية برا نشوفها راهي الهيئة الإدارية قررت، وانا نخضع للهيئة الإدارية. والحقيقة صحيني زاد قالوا كيف كيف، قالوا سي عبد السلام راهي هيئة إدارية معناها واضحة، قال لك ماناش باش نعطوا زملائنا المرة شامين حاجة ماناش باش نعطوا زملائنا. قال لي وقتها قال لي ما لا بروا امشوا اعملوا مطارونا صالحا. سي عبد السلام بيدو خرج على قرار المكتب قال لي بروا اعملوا مطارونا صالحا، وتقرر الاضراب. لكن المؤسف مضروب مضروب كيف تقرا عليها مضروب التعليم الثانوي نهار 17 عملوا جلسه مع وزير التربية آنذاك وحلوا الإضراب الدنيا رمضان، والليلة اللي بعدها الليلة ذيك استغفر الله معناها اجتمع سي عبد السلام وزير التربية وزير الشؤون الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هنا وأنا وين أنا وعبد الحميد الجلالي وبالقاسم العياري في القهوة تقريبا الساعتين نتاع الليل والعركة موفتش. ووزير التربية اتفق مع الثانوي ورفض باش يحل المشكل مع القيمي. ما قلنا له كون نعملوا الإضراب نهار 19 ووحدنا.
8 نتاع الصباح التاريخ الدنيا رمضان ما يسهر دريتها مع ابي جاسم عبد الحميد في القهوه ليه يا حره يوم غدو والله مازلت راقد زلت في الفرش ضرب التليفون لقى سي عبد السلام سي عبد السلام تفضل قال لي وعندك جلسه في العشرة تعلم المكتب نتاعك وتعلم ناجي مسعود وتعلم محمد السحين سيفته رئيس الهيئه الاداريه ناجي مسعود مسؤول عن الوظيفه العموميه خرجت فيه بك الساعتين هذاكم لميت الجماعة وتفاوضنا بقينا في الوزارة حتى قريب المغرب الحسين وزير التربية كاره وجوهنا ما قعدش باش يصح معانا قال ما صحاح الحسين صححنا الاتفاق ويوم غدوة لحقولي من الوزارة الاتفاق كوبي أخرى صح فيها الوزير باش يصح أنا نهار هذاك صححنا مع رئيس الديوان يوم غدوة عاودوا من جديد وصححنا مالوريزمون أنا مرات العوايق تكاد وكادت أنو تعطل العباد وما يجيبوش مصلحة جي يعمل لك عوايق منك فيك من الداخل وهنا واختير ياسر 2007 اضراب 2007 اضراب 2007 احنا ماناش نقابه واحده كل نقابه عندها الهيئه الاداريه القطاعيه نتاعها وعندها تصوراتها وعندها بياناتها وعندها لوائحها عندها مطالبها وحدها ما يربط بيناتنا حتى شيء الا الاتحاد العام التونسي الشغل في المسائل العامه او المسائل المشتركه هذه نقابة الثانوية، هذا الابتدائي، هذا القائمين، كل نقابة تخدم وحدها. فاحنا وقتها وين توفقنا؟ توفقنا أنا باش نوحد والمرة تاريخ الأضراب مع بعضنا. نظرا للأضراب اللي سابق نتاع 2006 في 19 أكتوبر. قررناه في 4 أبريل، 11 أبريل استغفر الله. ولكن ما عندناش لائحة معانا مع بعضنا. ثم كان التاريخ نسقناه قبل الاضراب شنو اللي صار طرف علينا قالوا احنا عاملين اضراب في نهار واحد اجا نشوفوا ننسقوا شويه باه يتفضلوا فكان الجلسه الاولى كانت في نقابه التعليم الاساسي ويرأسها هنا محمد حلي كان انا ذاك هو الكاتب العام للتعليم الاساسي وعذروا الاساسي والثانوي واحنا احنا من جانبنا حضرت انا ومعايا كمال الجبوري ومحمد طاهر البرايكي الله يرحمه اللي تفاجئنا به ان قاعدين ننسقوا فما شكون من الثانوي قام قبل ما نخرجوا قال راهو نتفقوا على حاجه اللي يوصل باش يعمل اتفاق يحل المشاكل مع الوزاره هي بالنسبة لي هو الأضراب يواصلوا الأخرين اقترح كمال الجبوري من نقابتنا احنا يقول له وعلاش احنا حتى إذا كان نقابة أنتم مثلا توفقتوا تعملوا أضراب تضامني رمزي مع القطاعات اللي مازالت ما اتفقتش قالوا لا واتفقوا على أنه لا الجلسة الأولى عملناها الثانية بعد جمعة كانت الجلسة في بير وين احنا في شارع قرطاج وآنيت على نفسي أن نشرك طرف فوق فكلمت سامي كاتب العام للتعليم العالي قلت له كانك موجود تحضر معانا قال لي لا راني في سوسة راني تو نكلم شكون من كلية 9 أبريل يقري تو نقول له يجيكم تو. هذا في 2007 نحضروا الاضراب نتاع 11 ابريل. وجاء عضو من النقابه العامه لاساتذه التعليم العالي. وحضر معنا بالجلسه. ودون بعد ما زدنا كملنا مشينا نشوط في مسألة التنسيق. طرحت نفس الموضوع اللي طرحه كمال الجبوري في الجلسه نتاع التعليم الاساسي.
توا اذا كان اي طرف عمل اتفاق باش يخرج من الاضراب ايه يعمل اضراب بشويعه للتنسيق او لتضامنا مع القطاعات الاخرى. نفس الاجابه لا، لا تضامنا. هي الحاجات. واحنا وقتها نقابه القائمين بالذات مازالت ما بداتش في المفاوضات. جماعه ماخذين صوت قبلنا في المفاوضات. فاتوا تقريبا 3 أو 4 جلسات فاتوا. احنا باقي شو اسمه في هذا شو اسمه الوزير وقتها التربيه القربي حاط في عينيه ان اللي مسيبين عليه باب البلاه هما نقابه القائمين وحكايه الاضراب تاع 19 اكتوبر وكيفاش فوتنا عليه الفرصه تاع 19 اكتوبر. ورافض باش يفاوض ولكن في النهاية بضغط زاد من الاتحاد خضع وتفاوضنا وعندنا مفاوضات ديما المفاوضات نتاعنا هادفة احنا مفاوضات فيها اللوائح نعرفوا منين نبداو وين ننتهوا وانجزنا الاتفاق نتاعنا. جاتنا مسألة اللي يمكن معناها تشغلكم انتم برشا، مسألة القانون الأساسي الجديد تنقيحه الاتفاقات كيفاش تمت والإدماج. إيش معناها الإدماج؟ الإدماج هو في أصله هو ترقية، وإحنا المسألة هذه عملناها في 78 كما قلت لك على أساس أنه يترقى القطاع الكل بصفة استثنائية. والإدماج هذا كيفاش عملناه؟ كيف ما واحد يعمل في جرافيك في الماء تعمل ترانسلاسيون داكس اون كورب عملنا لها اون ترانسلاسيون شدينا القطاع كله هزيناه لفوق برجع اللي كان بالبي ولا بالأطروار بالأطروار ولا عدو انطلاقا من مبدا الساعة الانتداب يصبح كان من الأطروار ما عادش عندنا البي ومن ثم انجرت عليه يعني تصنيف مهني جديد التصنيف في القانون الأساسي وغيرنا كل شيء في استراتيجية للقطاع قادمة معاركها بدت تقديمة منها حتى حكاية الشهادة العلمية وأن أنه نحن لازمنا نعمل مشروع إصلاحي في التربية وهالقطاع هذا بصفته عنصر فاعل في المسألة التربوية في المؤسسة. لازمنا ما نتصوروش ما نعملوش مطالب عرضية تزيدني هذه ولا رقيني هذه، لا احنا نعملوا مشروع كامل متكامل. المستهدف فيه الأساسي هو التلميذ والمدرسة بنظرة جديدة متاع 2014 حتى 2000 الله أعلم بعد 10 سنين باش نقعش القانون الأساسي. دونك منا استراتيجية كاملة ما تخصش القطاع بركة، أن ينتفع القطاع تكون كونسيكونس. والأصل شنو هو؟ مشروع إصلاحي. هكا اش قدمنا احنا، وهكا وقت اللي عملنا اللجنة وقتها الطرح نتاعنا كان هذا. وبالمناسبة يعني نحياها النقابة العامة هذه مش مدارين عليها اش عملت. أولا في تماسكها باش الشيء اللي أنجز وراهو نارين بركة ونقول لهم أنا عملت ميسيون امبوسيبل على خاطر فوار المسألة في تراكم المفاوضات في تراكم. كنا نتحدوا من السبعينات وإحنا جايين وهما شباب شكون فيها القرارين كما تقول أنت فيها نوع مر الإيجابي فيهم
الاصغاء والايجابي فيهم يسون تريز اتونتيف. نقولش نقابيين نقابيين بالحق في جهاتهم نقابيين ومؤثرين جهاتهم منظمين. واش كيف اللي تحظهم مش منظمين. الثانيه انهم دافعوا على الشيء هذا الاتفاقات هذيك وتم تنفيذها كامله بشكل ما ثمش قطاع يترقب كله. قايمين ترقوا كل تصنيف مهني جديد ورتب جديدة وأخذ بعين الاعتبار الشهادة العلمية لكل فقرات القانون الأساسي تبدأ من التصنيف المهني حتى نظام التأجيل. إيه إنت الحداد أنت تبدأ مكش فاهم حتى قانون أساسي وش معناها والناس هذوما تمسوا فاهم وقت الإنجاز متاعهم واضح وقديش العوايق مفاوضات تجري والعوايق منا فينا ما حشناش بالقانون الأساسي اللجنة غير شرعية هذا شنو يعني بينما تسهل النقابيين في الهيئة الإدارية من قطاعات مختلفة جملة الحال وقتها عبد الحميد الجلالي يفدلك علي يقول لي والله تقريب البنوك كنا لاباس تقريب في التون انتم القيمين كيفاش الناس كنت تترقى يحسبها فلوس هذيك لان الحقيقة عمرنا واسألهم انت جماعة الجامعة النقابة العامة حتى واحد منهم مطلب الفلوس وقت يبدو يتفاوض هذا نحن طالبين مشروع إصلاحي في القطاع للمدرسة وللتلميذ هاو من نبدو وهاو النتيجة متاعها تكون من الامتداد حتى للمشمولات المشمولات تغيرت راهي التكوين وغير ذلك الشهادة العلمية والمشروع فيه رؤية للتلميذ والمراهقة المدرسية وتنظيم الحياة المدرسية والزمن المدرسي فيه رؤية كاملة وهكا علاش الوزراء المتعاقبين من اللي بدت الطرح هذايا حتى واحد منهم ما قال لي أنا ضد هذا وهذا باش ينجر عليه كذا انعكاسات مالية وراو القطاع الكل باش يترقى والترقي راهي فعلية وشوف شبكة الأجور واش تعطي ونظام التأجير مش شبكة الأجور برك شوف نظام التأجير واش تعطي الترقي تاع كل واحد أي والوزراء المتعاقبين بكلهم يقولوا نحن بالعكس ما نجد هذا نحن مع مشروع إصلاحي قدمنا المشروع الإصلاحي قطاعنا واللي قدمناه قطاعنا النقابة العامة ذي اللي يسبوا فيها في يقولوا لي في فيسبوك لاني ما استعملوش للفيسبوك ما نعرفوش والله لا نعرف والله حنا مش نفهم العباد كيفاش يفكروا وجات النتيجة التو مش فاهم مش معناها إدماج مش معناها طرق الإدماج هو الطرق اللي فعليا وعند انعكاس مالي وخذيتوه في حاجات أخرى إيجابية أن عدد الترقيات المهنية تضاعفات تكمل الإدماج باش يرجعوا تو للريتم تاعهم الترقيات الدورية السنوية عدد الترقيات تضاعف ثم رتب جديد تحلت اللي عندهم الشهادة العلمية ولكن زادة ثم جوانب أخرى مازالت ما طبقتش بالقانون الأساسي اللي هو المشروع الإصلاحي فيه المشمولات فيه التكوين أي نوع من التكوين تحبوا أنتم ماذا أخذت التون عن مرينا بثلاث أنواع التكوين مرينا بثلاث أنواع التكوين اللي كانوا يعملوا معناه في المعهد الأعلى للتكوين في بوشوش ذاك تلغيت نح ما في معهد التكوين في 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 قربة توا في التصور متاعنا بوش هذا
لازم توا معناها باش يكملوا باش معناها اكل مشروع الاصلاحي هذاك يكمل بكله لازم القانون الاساسي اللي جا فيه والاتفاقات لازم تكمل. اما جانب الفلوس خليناه. الجانب الاخر اللي بقى القطاع ونفاذه في المؤسسه لانه هو مشروع مش هو موظف يخدم وياخذ في بلدان دبي وكذا. عندنا مسألة أعمق من هذه. علاش الوزير الفلاني يقول لك اللي ياخذ شهادة علمية في القائمين تنبعث في قرري يحب يخليك فارغ. هيا كيف فرج الشاب يوقف يخرج لك مشروع التسيير الذاتي قال لك ما حشناش بالقائمين أصلا. كيف اللي هو طرف نقابي عندنا في الاتحاد وخرج في التلفزه قال التسعه نتاع قيم النحو خلاص. في التلفزه خرج وقال لكم هذه النحو خلاص. التسعه نتاع قيم. والله كان شوفوها لغه واصطلاح دونك القطاع مستهدف حتى من اطراف داخليه. وانت تجي تلقى النقابة العامة هذه كملت المسألة هذه مازالت عندهم حاجات وقفوا فيها القطاع الكل ترق الشهادة العلمية قطعت جبارها. شبكة النظام التأجير تغير يعني خطط اللي مازال من الاتفاقات ثم خطط الوظيفية نفس العوائق. احنا عندنا في الاتفاقات انه خطة مدير او ناظر الامر هذايا القديم ما يتماشاش وما تطبقش. لكن تغول هنا راهي تغول لكن اي لكن لكن روى ما تنساش اللي معناها كانت في عركة عركة داخلية كوا نقولوا عركة نحن في وجهة نظر مختلفة متباينة تماما. ثم شكون يطرح يقول لك اخوي المدير نسموه بالانتخاب. شو الانتخاب؟ ايش انتخاب؟ واحنا قلنا نعملوا مقاييس بالنسبة لل هذا بالنسبة للمدير أو الناظر أو رؤساء المصالح أو كذا في الإدارة الجهوية وفي الإدارة العامة اللي مقاييس خاصة في المؤسسة. في المؤسسة لأن الداخل في مشروع الإصلاح هو تجيب مدير يبقى عميل ما ينجمش يعمل توزيع بيداغوجي يبقى عميل ما ينجمش يعمل جدول الأوقات يعمل عميل ما يس ما 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 يستوعبش وش معناها تأثير الزمن المدرسي في الناشئة. سلام الأمور. تأثير الزمن المدرسي في الناشئة كنقولوا احنا اللي عندنا راهي ماشي سنعة وبشر الكلام ذا فانا سن. انا المراهقة المراهقة المدرسية. وهي مسألة حساسة جدا. مع غوايل الظهر غوايل الشارع توا. عندنا توا موبقات قاعده تقع معناها والحرابش الدروب منين هذا؟ من الزمن المدرسي المهرس مهرس قالوا يفهموه الزمن المدرسي يفهموه عندنا شهرين ونص قرايه وعندنا نص شهر عطله وعندنا نص شهرين ونص قرايه وشهر عطله وعندنا عطله الصيف وعندنا وين وعندنا هكا فروض تاليفيه زمن بلوكي. مش هذا زمن المدرسي بركة. الزمن المدرسي هو في جدول الأوقات بتاع التلميذ بتاع كل يوم يقرأ ويخرج ويرجع يقرأ ويخرج ويرجع يقرأ. يعني مرات تلقى عنده ثلاثة سوايع بركة قراية مقسمة عليها من ثمانية إلى ستة قداش يتنقل. مرات أكل أكل كائن البشري هذاك ما نقولوش باش يتعب بالمشي والجاي برا. لا يا سيدي مرات باش يبقى قدام الليسي يجي حتى تحت تيندا تاع حماس يتذرى من المطر ولا من الشمس يطرب مش بشر هو يجي يقعد في القهوه يقول واش تشرب وما عندوش فلوس وظل المدرسه بعيده عليه دارهم بعيده.
مسلت الزمان المدرسي ثم اللي شافوها بصفة سطحية وربط الزمان المدرسي بالزمان الاجتماعي ويجي يقول لك او السبت ما نخدموش وقت نخدمو الجمعة هكا طول طراف لابد من ربط الزمان الاجتماعي بالزمان المدرسي. تعال على خاطر تعال عندنا زوز ملايين ونص يقرو عندك مليون في الابتدائي ومليون في الثانوي وخمسمائة ألف عالي مش سهلة وخاصة الصغار في الابتدائي وعندك في المدرسة عندنا راهو تعرف مشينا توا عندك قداش عندك القطاع مدرسي القطاع المبكر ذاك الواف في الشارع في الغوايل الظهر واحنا ما دامش حتى حاضنة لك المراهق هذاك دونك المشروع اللي قدموه القايمين هو راهو مش مشروع مطلبي بحت هو مشروع اصلاحي اخذ فيه بعين الاعتبار اللي خدم اللي عنده اقدمية اللي باش يعمل التكوين اللي عنده الشهادة العلمية اللي باش ياخذ الشهادة العلمية ويتم توظيف كل ذلك كمجهود من قطاع لاصلاح المدرسة هاك الفضاء هذاك اللي باش يعيش فيه مع المربين ومع التلامذة اولاد الناس ومع الناس مع المشروع كامل في الجانب الاجتماعي للتنمية في الجانب النفسي في الجانب الصحي في الجانب مرات الطفل شكون داري عليه حتى كل الماكله في دارهم ولا ما كلاش عندنا شكون بتعرف انك عندنا شكون انا في اتصل فيه على في القطاع هذا شنو اعترضوني من المبكيات اللي عشتها كيفاش زوج وليدات منهم واحد وقت امه بيو في الخارج وامه وحدها هنا ولا مطلقه ولا حاجه هكا زوج وليدات خلطوا بدي دي تي وشربوه واحد توفى واحد توفى وواحد منعوا قيم في اللي يسير الفلاني الطفلة اللي المطرحة متروازيم ايطاج الطفلة اللي المطرحة جت باش تلمي روحها وخطفتها القيمة من روبتها شدتها وتعيط باش خرجوا لها الأستاذ اللي بجنبها في القاعة وتلمضوا وشدوا وطلعوا ذي ثقلت عليها البنات اللي ذبحوا هملنا في البلاصة الفلانية معناها عمرهم 13 سنة 14 سنة وعن المراهقين اللي صنعوا منهم عصابات نتاع سرقات يسرقوا في الكراهب يسرقوا في كذا 11 المراهق وقتها نسمع به وقتها وغير ذلك دونك نحن وقت اللي قدمنا ما قدمناش اعطيني نعم موظف اعطيني زيدني الحاجة مش قصة اعطيني ما نعطيكش اعطيني ما نعطيك مش حركة ذي نحن قدمنا مشروع اصلاحي والمشروع الاصلاحي فيه على الاقل 50% مصلحة المدرسة وال50% للقطاع فانا للقطاع انعكاس المالي هذا ما ثماش وزير من اللي تعاقبه توا قال لا انا قرا اقتنع يقول هذا نمشي فيه هاك علاش ترقت الناس كله دونك هي هو الحديث برشا هو نيداس والله الحديث برشا في المسألة لابد أن يلزم الناس توعي باش راكم إذا كان ما كنتوش مع بعضكم كلكم مع بعضكم إيد واحدة في مصلحة القطاع وأنا أكد على حاجة مصلحة القطاع راهو تهنى راهي ما تنجمش تكون خارج مصلحة المؤسسة التربوية هي خيبة المسعى بعتي الأخرى كلها حلال الواحد شنو الحديث هذا هذا سي الحديث هو برشا مش كان هذا وين هذه قلت لك قطاع ما ينجمش يعيش الشيء اللي شفناه بكري التسيير الذاتي ولا الوزير الاخر اللي يقول ولا الوزير الاخر ما تنجمش تعيشوا وانتم مشكم اليد في اليد راك متهني اللحمه هذه وحده سوليداريتي ولكن ان سوليداريتي بمفهوم معين نحن مربون اولا وهنا كان تسمح لي
نص دقيقة نقول لك على فازة على العملية اللي وقعت في قلالة جربة، وكيفاش مجلس التأديب يقرر طرد 10 أولاد في الثامنة أساسي، والقيم العام رفض وطيش الكراسة لأنه هو المقرر متاع الجلسة، رفض وقال أنا ما نشاركش في جريمة. إذا تتلعب العب باش القيم العام هذاك، هذا كيفاش نحب مربينا؟ 10 صغار يذبحوا طرد نهائي. بعثت الوزارة المتفقين الإداريين زوج في استجواب وفي كذا، وقت اللي كلمني قلت له ما تجاوب شيء، وقت اللي وزير الطلبة يرجع أولاد الناس العشرة يقروا يخرج برقية اليوم، تو أنا نقول للقيم العام يجاوب المتفقدين الإداريين. وفعلا هو اتضح أن الوزير وقت في بالوش المدير الجهوي في بالو، إيه بعثوا لهم برقيات رجعوهم في نهارته. فكلمت أنا القيم العام قلت له تو اقبل المتفقدين الإداريين خليه يستجودوا. هذا اش معناها؟ ندافع على قطاعنا لكن ندافع على مهنتي، ما خليهاش تخرب. انا عجبني وقتها الكاتب العام تاع مدنين رضا زغدان خرج بيان وقتها بالقصه هذيا، البيان اسمه نحن مربون اولا. انا هنا باش نربي ولاد الناس وباش ننتج ولاد الناس، مانيش باش نطرد ولاد الناس ونذبح دري صغار مازالوا عمرهم 12 و13 و14 سنه. باش نترجعوا له البيان هذا كلمه رضا زغدان ويعطيكم نسخه منه وروحوا عنده ونتوعوا عنده. هذا باش معناها دونك لاحوا مع بعضكم، ضامنوا مع بعضكم، ترابطوا مع بعضكم باش مصالحكم قضاياكم تتقضى. وين تزينوا بالقدا انتم؟ وقت اللي معناها تربطوا مطالبكم نحن مربون اولا، خرجت عن نطاق هذا لا تجي شيء ولا تجيب شيء.